المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بعد حل مشكلة السوبر له رأي في هذا التضارب في المواعيد، نشوف ازاي الفيفا ممكن يحط بطولات تتداخل مع بطولات قارية. ما بيحصل في حاجه واحده، ان دايما متعودين على كاس العالم الانديه، وحضرتك عارف من اول ما اتعملت البطوله بيجي بطل اوروبا اللي هم يهم الاتحاد الدولي او الفرقه، ايوه ان هو يجي يلعب في 5 ايام ويمشي. مظبوط. عشان حضرتك عارف الاتحاد الاوروبي بيبقى موقف متشدد شويه مع الاتحاد الدولي. صح. فطبعا هو جه على الاتحاد الافريقي لان موضوع غريب جدا. وطبعا ان هو عشان يلائم عاد يتوافق مع كل الاتحادات ديت، اسيا واوروبا وافريقيا، طبعا بتبقى الامور صعبه رغم ان هم كلهم 10 ايام. فيروح مستقوي على الغلبان الافريقي. يعني اكثر واحد مهموم بالازمه دي بخلاف الاهلي هو الاستاذ عامر حسين. طبعا. لانه هيحط جدوله ازاي؟ الراجل يعني الاشكاليه دي هتسمع مع النشاط المحلي تحديدا ومصلحة منتخب مصر والنادي الأهلي، والاثنين يخصوا جدا رابطة الأندية واتحاد الكرة المفروض يعني والاتحاد الإفريقي الحقيقة قبليهم. فهو يعني يأمل أن الكاس الأمم الإفريقية، أو مش يأمل، هو بيقول أن مفيش شواهد. لو كاميرا مش مستعدية إيه الموقف؟ يعني في كلام، هل يمكن نقل البطولة إلى مكان آخر ولا مش هنلحق؟ يعني هو منتظر الكاف منتظر يعني فكرة لو في احتمالية للنقل. احنا النهارده بنتكلم في شهر 12 والبطولة الشهر الجاي. تصوري؟ اه الكاف بيدي آخر مهلة للكاميرون. يعني الكاف مطول حباله شوية مع الكاميرون. يشوف هتستقر على إيه؟ هل هناك جديد؟ هل هيطمنوهم يقولوا لهم احنا نقدر في الميعاد نكون جاهزين؟ عشان ما يتسرعش ويبتدي برضه، ما هي بطوله مهمه. ايوه. يعني برضه مش كويس ان بطولات الاتحاد الافريقي لا تقام. ترتبك. اه طبعا. تسويقيا بتقدر. انما ده بيقودنا لايه يا استاذ ابراهيم؟ ليه بنسيب الحاجه للحظات الحرجه؟ بالظبط. انت من بدري لو الكاميرون مش جاهز كان زماننا شفنا حد تاني وميعاد مناسب ويجهز وتخلص الليله. آه. لكن ال 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 الشغل كده في جزر منعزله، وبعدين لما تيجي تعشق الصوره مع بعضها ما تركبش. هو ده اللي بيعمل المشاكل يعني.